أو لمستم النساء في آية التيمم، لمستم النساء ولمستم بس المرأة دي بقى حدوتة، هناخدها في الصمت يعني في الوضوء، مس المرأة يعني عملية مس المرأة في فرق. هنتكلم في نقطتين، هل ينقض الوضوء ولا ما ينقضش؟ والنقطة الثانية، هل هو حرام ولا حلال؟ صح؟ مش يقول لك لو واحد بس امرأة مش عارفة ايه ما تنزلوش كأنما سيخ دخل في ودنه وطلع في ودنه، ما اعرفش في حديث كده. فهنتكلم في النقطة دي بقى، النقطة دي الناس عاملينها هبل يعني، وطبعا الناس اللي مش عاوزين ناس موسوسين بقى، بس دي بقى تقول كده على عندك مش عارف تنام برامج. ليه يا حبيبتي الميكروباص اللي قاعد عاملة كده؟ عاملة كده في ايه؟ لا ما فيش راجل اجنبي مسلم. انت بس ازاي؟ كلمه لمستم النساء، لمستم النساء بالنسبه للوضوء حاجه وبالنسبه للحرام والحلال حاجه. لمستم انت لو قعدتي، انا لو جيت قعدت لو فرض وقعدت مش هتعمد طبعا اروح اقعد بقى في وسط الجامع اجيب لك راجل واقعد في وسطين، مش هتعمد كده يعني. بس لو حصل انا قعدت في وسط قعدت كده وفي راجل قاعد جنبي، هل ده يبقى لمسته بالنساء؟ يبقى في حرمانيه اللي بعض المذاهب بتقول عليها ان لا يجوز. لا، لمسته بالنساء يعني ايه؟ يعني جلدي على جلدي، انت مش لقيتي لمسته انت عريانه؟ انت في حقل وهو في حقل؟ يبقى ده يوم يمشي عليها لمسته بالنساء؟ ما يمشيش عليها لمسته بالنساء. وفي لمسته بالنساء ناس تيجي تقول لك ايه لمسته يعني جلد الجلد. ده مثلا، ناس تيجي تقول لك لمسته النساء لا 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 لا. يعني مثلا انا بعدي الشارع وجه العسكري او واحد او عاوز اطلع رصيف ومش قادر اطلع، في ولد امسكي دي يا ابني، بقول لك ايه مسك ده يبقى لمسته من النساء؟ قال لك لا. المذهب الاولاني قال لك ايه؟ يبقى في حائل بينهم. طيب انا ما فيش حائل، هو مسك ايديا كده وبيشدني عشان اطلع، ده يبقى ما فيش حائل، يبقى ده لمسته من النساء الحرمانيه؟ قال لك لا. قال لك لا. طب المذهب الاولاني قال لك يبقى ده حرام. مذهب تاني قال لك لا ده ما يبقاش حرام. ليه؟ قال لك لمسته من النساء دي المراد بيها ايه يا جماعه؟ وفي راي بقى الامام مالك بقى مبدع بقى في الحته دي، في حته نقض الوضوء بقى، ان انا لما اجي اسلم على حد ينقض وضوءه ولا ما ينقضش؟ عشان حبايبي يعني يعمل لك كده؟ ها؟ تقول لي اصل انا ما بتسافرش، وتيجي تسالي ما بتسافرش، ما بتسافرش ليه؟ ما بتسافرش ليه؟ تبقى عشان حرام. طب دي مساله خلافيه صح؟ فانا شايف تقول لك لا انا هلبس جوانتي. البس جوانتي ليه؟ عشان ايه؟ انا عندي في ايدي اسلم. عمليه السلام الراجل على المراه اللي في الاسلام مفيش في الاسلام كده. حبيبتي انت لو انت عاوزه تمسكي بالدين، الاسلام عندنا مفيش فيه ست تسلم على الراجل. صح؟ ها؟ لا بحقل ولا بدون، بس بتكلم على السلام. ها؟ إيه عمليه السلام دي ان الراجل يمسك ايد ست، مش يمسك ايد ست ويسلم عليها، لا يمسك ويبوس ويطبطب ويعمل الكلام ده كله. ده دي عادات جايه من الغرب، دخلت مصر مع افتتاح قناه السويس، ولما جت اوجيني وجت مش عارفه مين وافتتاح قناه السويس والفرنساويين جم هنا وبداوا الاوبرا والحاجات دي، وبقينا نقلد الغرب في الكلام ده. لكن احنا كشرقيين يعني اللي عاوز يتمسك بدينه ها يعمل ايه؟ ما يسهلش خالص. في ماذا بقى الامام مالك قالت لا لمستم مين يا بنت؟ ده على حسب بقى، مش كل اللي لمس ومش اي اللي لمس. صح؟ انت نيتك ايه وانت بتلمس؟ ده مش عشان حرام ولا حلال بس، ده عشان كمان ايه؟ نقض الوضوء. انت نيتك ايه؟ انك تتمتع؟ فيقول لك ايه؟ هو نيته ايه بقى؟ المهم نيته. قال لك لو نوى انه يتمتع وجد الإثارة أو خرج منزل، في الحال دي ياخد ولا ما ياخدش؟ ياخد. لو نوى ولم يجد ما حصلوش إثارة يبقى إيه؟ نوى وما وجدش حاجة، قال لك يتنقض الدين برضه، لأن الأعمال بالإيه؟ طيب لو لم ينوي وسلم ولم يجد يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ شوف الإمام مالك بقى لما يبدع بقى، نوى ووجد ولم ينوي، لم يجد ولم ينوي ولم يجد، كل واحدة فينا أخذ، والدين إيه؟ واسع.